نحن هون في عنا مشتل زراعي طبعا، بالإضافة للمشتل في بنشتغل بتجارة القصب، بيع ومشترى القصب، بنستورد القصب من رقة، من مناطق الرقة في هذا النوع، وفي عندك نوع من نستورده من المنطقة يعني من جسر الشغور بالذات، تمام أخي؟ والأنواع هي متعددة بين القصب المليان وبين القصب العود فاضي، تمام أخي؟ والنوع اللي عم نستورده من رقة نحن هو القصب الفراتي، معروف الفراتي بيجي 3x4 و3x5، وفي عندنا مترين بخمسة، وفي عندك البردي، هذا البردي عود مليان وخيطه حرير، يعني حصيرة ممتازة جدا ولا يعلى عليها أبدا أبدا. العالم عم تاخذوا شماسة يعني هذا للخيام، لبرندات بالبنايات، لأواطع، والحمد لله رب العالمين. وفي إخبار عليه الفرات قصب الرقة، يعني عليه إقبال وطلب أكثر من تبع الجسر، يعني بسبب الخياط ومتانة العود ودقة بالشغل. والله أسعاره مقبولة، يعني السنة الماضية كان أرخص شوي، كان السنة رفعوا الجمرك منبج، رفعوا الجمرك الطون، يعني صار في غلا شوي عن السنة الماضية. السنة الماضية كان يعني إقبال أحسن بشوي.